السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. الحلقة ما يطلع من سلسلة برامج اندرويد. هاي 5 برامج اليوم. اول تطبيق مثل ما شايفين ميلودي افلام بث مباشر، التطبيق الثاني العراقيه بث مباشر، التطبيق الثالث قناة الوطن الكويتية مباشر، التطبيق الرابع MBC 2 مباشر، التطبيق الخامس والاخير MBC Action مباشر. هنشوف اول تطبيق البث المباشر وتنتظر. انتظار هنا، بعد انتظار هنا على نمود يكبر لك الشاشة. تنتظر تفتح أول شيء لا. تنتظر لحد ما يفتح. حسب النت اللي عندك فتحت مثل ما شايفين. هنشوف التطبيق اللي بعده الثاني. اعتقد هذه الحاجة فتحت. سوف نسمعها خلال الايام المقبلة ايضا. لا هذا ليس فاتحة ما شاء الله عليها، كلش حلو ومتقطع. اتوقع منك يعني حسب النت اللي عندك. نحاول فتح اكبر قدر من الجبهات في كل توقف مكان يستطيع الوصول اليه، وبالتالي خشوا التطبيق الثالث الوطن البث المباشر. شغلها على المشغل عندك، تنتظر تفتح راح تشتغل عندك. خلينا نشوف التطبيق الرابع. إذا ما اشتغلت عندك حاول مرتين أو ثلاثة حاول يشتغل عندك. مهم هو أكثر التطبيقات بهاي الشكل يعني ما تكون يعني ليش القوة يعني يسويها، ما عنده ليش القوة يسوي تطبيق احترافي فياخذ منه فوق التقطيع. مثل ما شايفين اشتغل عندي شيء مباشر. خلنا نشوف التطبيق الخامس والأخير MBC Action. هذا الان يعني بعض الاتصالات تشتغل عليك. انتظر هاي العداد يفتح خلص راح تشتغل وياك. خلينا ننتظر ونشوف. لو زي كنتم شايفين انتظر وشغل القناة. خلاص تطبيقات اليوم قديمة خلي يشوفهن، مشترك خلي يشترك. لو من القناة جميع ما تقدرون خلي اليوم نوصل 200 مشترك. في نهاية الحلقة نسولك سؤالكم. كان معكم سالم، مع السلامة.